مرحبا بكم مشاهدينا في حديث اليوم. عقدت اللجان القانونية المشتركة بين الإدارة الذاتية والنظام أولى جلساتها في دمشق، فيما أكدت قيادات مجلس سوريا الديمقراطية على أن جلسات اللجان التفاوض ستستمر خلال الأيام القليلة القادمة. وفي نهاية المطاف يسأل كثيرين إلى ماذا ستؤول هذه المفاوضات ومتى سيتم التوصل لاتفاق، وهل ستقبل عقلية النظام بسوريا ديمقراطية لا مركزية؟ وفي نهاية المطاف أيضا هل هذه المفاوضات في وارد الفشل؟ وفي محورنا الآخر قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده استكملت الترتيبات اللازمة لإقامة المزيد من المناطق الآمنة داخل سوريا، في إشارة إلى نيته احتلال المزيد من الأراضي في البلاد. ففي الوقت الذي تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية خانقة، عدا عن إفادة مصادر ميدانية حول بدء النظام عملية عسكرية بريف اللاذقية تستهدف السيطرة على جبل التركمان وصولا لإدلب، على ماذا يعول أردوغان؟ هذه المحاور مشاهدينا ستعرض للنقاش بعد أن نتابع وإياكم التقرير التالي. الخارجية للصراع اللي بده يدخل عليها. وصلت أمس الأحد لجان التفاوض التابعة للإدارة الذاتية إلى مدينة الطبقة في الشمال السوري، بعد أن استكملت الجولة الثانية من المفاوضات مع النظام السوري في دمشق. فيما أكدت قيادات في مجلس سوريا الديمقراطية بأن لجان التفاوض تعود إلى دمشق للاستمرار في المفاوضات خلال الأيام المقبلة. وقالت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية بالمجلس في اتصال هاتفي بأن اللجان القانونية التابعة للطرفين عقدت أول جلسة لها خلال جولة المفاوضات هذه، موضحة بأن لجنتهم القانونية قامت بنقل رؤية المجلس حول القضايا التي تم التطرق إليها في الجولة السابقة. وتم تشكيل لجان تفاوض مشتركة بين النظام السوري والإدارة الذاتية في الشمال السوري برعاية سوريا الديمقراطية للبدء بالمفاوضات بين الطرفين على هامش الجولة الأولى من المفاوضات في 26 من الشهر الفائت. وقال المراقبون بأن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى مستوى يمكن البناء عليه. وتدير الإدارة الذاتية نحو ثلث مساحة سوريا ونصف سوريا المفيدة، ويسعى مجلس سوريا الديمقراطية الراعي للمفاوضات إلى إشراك أطراف دولية في مسار المفاوضات هذه، تضمن التزام النظام السوري بالحلول السياسية واحترام الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها، فيما يعتقد الكثيرون بأن المفاوضات جاءت نتيجة ضغوط أمريكية روسية مشتركة على الطرفين للجلوس حول طاولة الحوار. مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في الاستديو السيد عبد السلام أحمد، إداري في حركة المجتمع الديمقراطي، وأيضا ينضم إلينا من الرقة حسين البرجس، عضو لجنة الصلح في مجلس الرقة المدني لنقاش حيال هذه المحاور. بداية سيد عبد السلام، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمشاهدي القناة. بداية، المفاوضات بين مجلس سوريا الديمقراطية والنظام لم تصل إلى الآن إلى مستوى يمكن البناء عليه، تفضل. يعني أنا قد لا أكون المخاطب فيما يتعلق بما آلت إليه الحوارات، نعم، مع النظام، كون المعني بذلك هو مجلس سوريا الديمقراطية، هو الذي انبرى وحدث نوع من اللقاء والتواصل مع بناء على طلب الحكومة السورية. من نتائج اللقاء هو تشكيل لجان للبحث في الكثير من الملفات والقضايا التي تهم مستقبل سوريا. طب ما هي دواعي يعني مساعي مجلس سوريا الديمقراطية إلى إشراف أممي حيال هذه المحادثات سيد عبد السلام؟ بالطبع أي اتفاق بين طرفين يفترض أن يكون هناك طرف ضامن، سيما وأن حقيقة هذه أيضا الحكومة السورية قد لا يثق ويؤمن جانبها في هذا الجانب، ومطلوب بالطبع إشراف دولي، يعني دولة تضمن هذه المباحثات وتنفيذ ما ينجم عن هذه المباحثات من نتائج. نحن مع الإصرار على وجود طرف دولي ضامن لأي اتفاقات تحدث بين مجلس سوريا الديمقراطية والحكومة السورية. برأيكم هل عقلية النظام القائم
تقبل بسوريا ديمقراطية لا مركزية سيد عبد السلام؟ يعني النظام لا زال على عهده، لا زال يصر على النظام المركزي طبعا، وأصدر مرسوما برقم 107. المرسوم هذا متعلق بالإدارة المحلية، ويجد بأن النظام الأمثل لسوريا هو النظام اللامركزي الإداري، بينما نحن نجد بأن النظام اللامركزي الإداري أيضا حتى على مستوى العالم تجاوزه الزمن، لا يعتبر نظاما ناجعا لإدارة مناطق هناك تنوع قومي ومذهبي وديني. لا نعني إقامة إدارات محلية على أساس دينية، حتى من ناحية التنمية الاقتصادية نحن شاهدنا مناطق الجزيرة كيف عانت الإهمال من قبل الحكومات المركزية المتعاقبة. حقا الجزيرة كانت البقرة الحلوب، لكن شعوب هذه المنطقة لم ينالوا من خيرات هذه البلاد. كل خيرات هذه البلاد كانت تصب في خزائن دمشق، وبقيت مناطقنا مناطق نامية مع أنها هي سلة غذاء سوريا، تعج بالموارد سواء ما تحت الأرض أو ما فوق الأرض. إذن هل من الحكمة الوثوق بهذا النظام سلام السلام؟ يعني موضوع الحوار من حيث المبدأ، نحن نجد بأن الأزمة السورية الحل السياسي هو الحل الناجع، ووجدنا بأن الاحتكام للسلاح، احتكام النظام للسلاح بالطبع، يعني هو النظام هو من بدأ بتحريف حتى الحراك الجماهيري السلمي وأجبرهم على حمل السلاح، استخدم العنف المفرط، تم تبادل العنف بالعنف، وآلت ما آلت إليه البلاد، وبالنتيجة دمار وخراب، وطال البنية التحتية، تهجير الملايين، قتلى وشهداء بالآلاف، وبالطبع حالة من تمزق النسيج المجتمعي. بعض المناطق السورية شهدت حالة احتراب داخلي، احتراب أهلي على أساس مذهبية وطائفية، يعني بالنتيجة الدم لن يجلب غير الدم، ونجد بأن الحلول السياسية هي الأنجع. فلذلك نحن مع كل توجه جاد، كل توجه مبدئي صميمي باتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجلوس على طاولة الحوار. إذا من حيث المبدأ هو خيار جيد لتجنب أي حلول عسكرية؟ بالطبع نحن ضد، يعني نحن لم نمتشق السلاح ولم نحمل السلاح حبا بالسلاح، حتى القتال هو فرض علينا وهو كره لنا. مجموعات مسلحة توجهت لمناطقنا واضطرينا للدفاع عن النفس، ونقولها أيضا مع النظام، نحن حاولنا دائما أن نتجنب الصدام المسلح، حاولنا دائما إحكام العقل في كل منازعة أو كل خلاف، لكن الآخر دائما ارتكز على السلاح، استند على السلاح، احتكم إليه، وجده خيار الأنجع بالنسبة له. وأنا ما أعتقده بأن النظام هو لا زال يعتقد بأن بإمكانه أن يسيطر على كل الجغرافية السورية بقوة، يعيد سيادته على كل. في هذه النقطة سيد عبد السلام، يعني هناك البعض يرى بأن بعد قمة هلسنكي هناك توافق أمريكي روسي على عودة كل سوريا إلى طوق النظام. طبعا اتفاقات دولية، يعني لا نعلم ما جرى وراء الكواليس، لكن بالمحصلة القوى الدولية تقدم مصلحتها على مصلحة الشعب السوري، وستبحث عن النظام الذي سيحقق مصالحها وسيحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. طبعا
قلت بأن النظام هو حتى الاتفاقات المصالحات المحلية التي تم عقدها برعاية روسية تركية إيرانية سرعان ما انقلب النظام عليها واجتاح هذه المناطق. يقال بأن هناك اتفاق أمريكي روسي لم يتسرب شيء من هذه اللقاءات. بالعادة اتفاقات هذه الاستراتيجية تحدث وراء الكواليس ولا تظهر للرأي العام إلا عندما يتم تطبيقها على أرض الواقع، لكن ما يشاهد هو بطوع ضوء أخضر من قبل المجتمع الدولي لإعادة سيادة يعني إعادة سيطرة قوات النظام، ووجدناها مثلا الاتفاقات اللي حصلت في درعا. النظام لم يتقدم في درعا إلا عندما تم إرضاء إسرائيل وتم التوافق ما بين إسرائيل وروسيا حول وجود الإيراني، حول ضرورة وجود القوات السورية أو حتى قوات دولية تفصل بين جيش النظام وإسرائيل. نعم، الآن اسمح لي أن يشارك معنا بالنقاش السيدة حسين البرجس عضو لجنة الصلح في مجلس الرقة المدني. سيد عبد السلام، سيد حسين، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا النقاش. سيد حسين هل تسمعني؟ أهلا وسهلا. نعم أسمعك. بداية، كيف تقرؤون اللقاءات التي تجري بين مجلس سوريا الديمقراطية والنظام؟ نعم أسمعك. تفضل. احنا طبعا نحن نريد الحل السياسي بدل الحل العسكري، ليس حلا، انما الحل السياسي هو الحل الوحيد لكل السوريين. الحل السياسي هو الحل الوحيد لكل السوريين. نحن في مجلس الرقة المدني وفي الرقة ضد الشعب السوري كله شعب واحد، من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. نحن نريد سوريا يد واحدة ومع الحل السياسي من أجل خلاص الشعب على الحرب والقتال. طب برأيكم هل ستسهم هذه اللقاءات من حيث المبدأ إلى التوصل إلى نتائج تفيد كل السوريين سيد حسين؟ احنا نتمنى الحل السياسي يصل الى نتائج ويفيد كل السوريين ويتفقون كل السوريين الى حل عسكري. نعم، اسمح لي ان اعود الى ضيفي في الاستديو الان سيد حسين، هل احتمال الفشل وارد في هذه المحادثات برايكم سيد عبد السلام؟ طبعا كل الاحتمالات وارده، ايضا هذا مرهون بمدى أيضا موقف المجتمع الدولي المعني بالملف السوري. من المعلوم بأن هناك قوى دولية وإقليمية تتصارع على الأرض السورية ولكل منها مصالحها وأجنداتها، وأنا باعتقادي بأن هذه القوى كان بإمكانها أن تنهي الأزمة السورية في سنواتها الأولى لو شاءت، لكن مصالحهم اقتضت بأن يتم الذهاب في دمار سوريا وتمزيق نسيجها المجتمعي ونزيف الدم إلى أقصى مدى. يعني حرب كونية ثالثة اليوم تخاض على الأرض السورية، وقودها الشعب السوري بمختلف قومياتها ومذاهبها وطوائفها. حقيقة نحن كلنا دفعنا ضريبة كبيرة جدا. فالقوى الدولية إذا شاءت بالطبع كان يتم إنهائها في جنيف واحد، وما كانوا سمحوا بأن تمتد إلى عدة جنيفات. اليوم قوى دولية موجودة ولها
مصالحها، ونأمل بأن يكون المشوار وصل إلى نهايته. طب هناك بعض المحللين يرون السيد عبد السلام بأن اللقاءات بين مجلس سوريا الديمقراطية ودمشق جاءت بناء على ضغوط روسية أمريكية على كلا الطرفين كي يجلسوا على طاولة المفاوضات، كيف تنظرون إلى ذلك؟ يعني أنا قلت لك أنا في هذا الجانب قد لا أملك المعلومات الكافية، لأن من ذهب والتقى مع مسؤولين السوريين هم مجلس سوريا الديمقراطية والرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل وبعض أعضاء أو رؤساء مجالس محلية، هم من قاموا، لا أعلم فيما إذا كان هناك ضغط دولي، لكن ما أستطيع القول بأنه نابع من إرادة مكونات والقوى السياسية، إرادة القوى السياسية في شمال سوريا. يعني تم توجيه دعوة في هذا الشأن من قبل الحكومة السورية، وكما قلت يعني نحن نضع في أولوياتنا موضوع إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية، ونحن مع الحوار لحال كل القضايا والمشاكل العالقة، يعني كل القضايا الخلافية، يعني نحن على استعداد لمناقشة كل الملفات مع الحكومة السورية لحين الوصول إلى توافقات يرضي الجميع. نعم، بالانتقال إليك سيد حسين، إلى ماذا ستؤول هذه المفاوضات برأيكم؟ والله نتمنى أن تصل هذه المفاوضات إلى الحل الأخير، لأنه الشعب السوري عانى لمدة 7 سنوات من قتال وحروب، وبما قام به إرهابي داعش من احتلال مدينة الرقة والشمال السوري. نريد، عانينا كثيرا من هذه الحرب، نريد الحل السياسي، وأتمنى أن تصل كافة الأطراف إلى الحل السياسي، ونتمنى من الدول المعنية بنقاش أن يصلوا إلى حل، لأنه عانى معناه الشعب السوري كثير جدا. نعم، طب سيد حسين، يعني البعض يرى يعني في ظل وجود كثير من الملفات الخدمية والأمنية سيتم بحثها بين الطرفين، لربما ستطول هذه المحادثات لسنوات. والله أتمنى أن لا تطول المحادثات إلى سنوات، نتمنى أن تكون المحادثات بأسرع وقت ممكن، لأنه الشعب السوري دفع ثمن بقية الدول الثانية، دفع الضريبة الشعب السوري، وعانينا كثيرا، فيجب أن يكون الحل سريع جدا. نعم، بالعودة إليك أستاذ عبد السلام، إلى ماذا ستؤول هذه المفاوضات بحسب اطلاعكم؟ يعني وهل هي في وارد أن تطول؟ يعني موضوع نجاح هذه المفاوضات مرهون بمدى جدية النظام في هذه الحوارات التي تجري والانتقال إلى مفاوضات جدية. نأمل بأن تتوج بتوافقات ترضي الطرفين المتحاورين، لكن حقيقة نحن من خلال تجارب النظام مع حتى قوى المعارضة الأخرى، الجعفري تكلم صراحة في هذا الجانب عندما كان يجلس معهم بأنني سأجعلكم تتوهون في دهاليز الأمم المتحدة. نأمل بأن يكون النظام جدي في الحوار، لأن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية لها من الثقل والوزن السياسي والعسكري ما عاد بالإمكان تجاهل هذه القوة. من مصلحة سوريين عامة بأن يتم التوافق بين هاتين القوتين بما فيه خير الشعب السوري. نعم، طب بالعودة إليك أستاذ حسين، هل من تعقيب أخير قبل في هذا السياق قبل أن ننتقل إلى محور آخر؟
طبعا أرد أعيد وأكرر، أتمنى أن يكون الحل السياسي بأسرع وقت ممكن بالنسبة بما عاناه الشعب السوري من ويلات وحروب، ومن أجل أن نحقن سفك الدماء السوري ومقاتلة السوري السوري. نعم، الآن اسمحوا لي ضيوفي الأكارم أن ننتقل إلى محور آخر فيما يتعلق بإدلب، ومن ثم نكمل. سعي نظام العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مستمر لقضم المزيد من الأراضي السورية، فنواياه الاحتلالية تلك صرح بها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له بمقر حزبه في مدينة طرابزون على البحر الأسود. قال فيها بأن بلاده استكملت الترتيبات اللازمة لإقامة المزيد من المناطق الآمنة داخل سوريا، وذلك حسب وصفه. أردوغان يحاول بشتى الوسائل الحيلولة دون استعادة النظام السوري السيطرة على محافظة إدلب، المعقل الأكبر المتبقي لتنظيم القاعدة في سوريا والمتمثل بجبهة النصرة الإرهابية المدعومة تركيا مع فصائل أخرى، بالإضافة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث أعرب في كلمته أنه جرى تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحشيدات العسكرية في المحافظة لتجنب حدوث كارثة على حد وصفها. ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بفقدان 45 شخصا على الأقل لحياتهم، بينهم 12 طفلا، في انفجار مستودع للأسلحة في بلدة سرمد القريبة من الحدود التركية، مبينا أن معظمهم من المدنيين النازحين، وأن المبنى كان يقطنه أيضا تاجر سلاح. وفي الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، أطلقت قوات النظام السوري بدعم من روسيا وإيران عملية عسكرية لاستعادة السيطرة الكاملة على منطقة جبل التركمان، حيث شنت قواته مع الميليشيات المساندة لها ليلتي الجمعة والسبت هجمات مكثفة من محورين على الجبل الواقع ضمن مناطق خفض التصعيد. إذن أستاذ عبد السلام، أردوغان يقول بأن بلاده استكملت الترتيبات اللازمة لإقامة المزيد من المناطق الآمنة في سوريا، كيف تقرأون ذلك؟ أردوغان لو يتسنى له سيمضي بما رسمه في مخيلته، وللأسف نقول نفذ بعضها أيضا على الأرض بتواطؤ دولي وتوافق مع روسيا والقوة التي رعت اتفاقات أستانا، لكن ما يستجد على الأرض وخاصة بعد انتهاء قوات النظام من السيطرة على إدلب والسويداء وريف السويداء، وتوجه القوات العسكرية باتجاه إدلب وشمالي حما ومناطق ريف حلب، هذا المثلث بين إدلب وحلب وحما، حيث نشهد نحن منذ عدة أيام قصف مدفعي وطيران يطال ريف إدلب. لا يمكن أن يترك النظام هذه المناطق ليتوسع فيها الجيش التركي، لأن الصفقات التي عقدها النظام التركي في إطار اتفاقات أستانا والتي شاهدناها عفرين مقابل الغوطة وقبلها جرابلس والباب مقابل حلب، لم يبقى في يد أردوغان أوراق يساوم عليها. قوات النظام تتجه باتجاه الضغط على إدلب ومناطق مهمة من سوريا اليوم تحتلها القوات التركية. أنا باعتقادي الأتراك وقعوا في الفخ الذي تم التخطيط لهم لها، تخطيط رسمهم لها، فهو عاون النظام على إنهاء التواجد المسلح للمجموعات العسكرية التي اتمرت بأوامر الاستخبارات التركية، وتم تجميع كل هؤلاء في إدلب و عفرين وجرابلس والباب عندما تم ترحيلهم
بالباصات الخضراء، يعني بحيث تم تجميع كل القوى العسكرية المسلحة وكلها مجموعات راديكالية سلفية جهادية، يعني حتى ليست مقبولة من المجتمع الدولي، لا يمكن لا للنظام ولا لإيران ولا لروسيا أن يتم إقامة إمارات إسلامية في هذه المناطق تحت الحراب تحت حماية التركية. فلذلك هو أنا بتصور الأتراك سينكفئون للداخل، يعني أما أنهم سيذهبون باتجاه يعني حرب مفتوحة مع الجيش السوري والميليشيات التي تتحرك تحت لواء الجيش السوري، حتى القوى المحلية يعني سكان إدلب سكان حلب من الوطنيين الذين لا يقبلون بأن تبقى تركيا محتلة لأراضي سوريا. نعم، اسمح لي أن أقول هذه وجهة نظرك السيد عبد السلام إلى السيد حسين. السيد حسين، يعني السيد عبد السلام يقول أن الدور التركي في سوريا أمام خيارين، إما الانكفاء وإما مواجهة مفتوحة مع قوات النظام، أنتم كيف تنظرون إلى ذلك؟ طبعا احنا ضد الاحتلال التركي لأي مدينة من المدن السورية، وسوف نحارب العدو التركي في أي بقعة أرض في سوريا، وسوف نخرجه من أي بقعة أرض سواء من إدلب أو مدينة عفرين أو جرابلس أو أي مدينة سورية. ونحن ضد الاحتلال التركي إلى المدن السورية، ونأسف إلى الصمت الدولي والمجتمع الدولي وصمت الدول العربية التي لم تندد ولم تستنكر بما فعله المجرم الأكبر رجب طيب أردوغان ومرتزقته في عفرين وإدلب والمدن السورية الثانية. طب سيد حسين، يعني على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أن هؤلاء المرتزقة يدعون نفسهم درع الفرات، على الرغم يعني من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا الآن فضلاً عن توتر علاقاتها مع أمريكا، أردوغان يتحدث عن المزيد من التقدم والقضم للأراضي السورية. يا سيدي، هذا سبب انهياره وفشله وانهياره الاقتصادي يدل على هذا الشيء. السبب أن هذا كله نصر لقوات العسكرية قوات سوريا الديمقراطية. سبب فشله يدعي بأنه سوف يتابع ويمد احتلاله لكافة المدن السورية، ولكن يفشل باحتلاله في سوريا. وسوف تكون مزابل مدينة عفرين وإدلب وكافة المدن السورية مقبرة له ولمرتزقته. نعم، العودة إليك أستاذ عبد السلام، برأيكم ما هي النقاط التي يمكن لروسيا من خلالها الضغط على تركيا في ملف إدلب؟ يعني موضوع رغبة النظام بإعادة السيطرة وإعادة السيادة السورية، هذه المجاميع المسلحة التي تجمعت وعددها بالآلاف فصائل جهادية كما قلت، وهي ليست مقبولة على الصعيد العالمي، لا يمكن أن يتم قبول وجود إمارات إسلامية في هذه المناطق. الروس بالطبع لهم كثير من الأوراق التي يمكن فيها الضغط على تركيا، وموضوع الأزمة التي نشهدها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا حقيقة لا تتعلق بموضوع القس واعتقاله، لأن قضية القس هي تمتد لأكثر من سنتين. طرح موضوع القسوة سبب مباشر يعني، لكن هناك قضايا أخرى. من المعلوم أن تركيا هي دولة في حلف الناتو، وبالمحصلة الأتراك يقدمون مصلحة الناتو على مصلحة روسيا، والروس أيضا يدركون هذه المسألة. يعني مهما حاول الروس لا يمكن أن يحاولوا انتزاع تركيا من حلف الناتو، لكن هناك معادلة معقدة جدا. يعني
مجموعات كتائب مسلحة بما فيهم جبهة النصرة وبقايا الدواعش والحزب التركستاني، وكلها أحزاب، كلها تشكيلات وتنظيمات مطلوبة عالميا لأنها تشكل خطر على السلام العالمي. إما أردوغان يقوم بالدفاع عن هذه المجموعات، وهو قام بتشكيل جيش في منطقة إدلب، وهناك أيضا جيش تحت مسمى الجيش الوطني يحتل عفرين والباب وجرابلس، وهناك درع الفرات. إذن الألوف من المسلحين لا يمكن لروسيا أن تقبل بوجود هؤلاء، ستحاول قدر الإمكان أن تصل مع تركيا إلى حلول. لكن بالنسبة لتركيا أي حل هو بالنسبة لها يعتبر يعني ممكن يتم توجيه مطعن كبير، يعني تجد تركيا بأنها مطعن كبير لها، لأنها إذا تم التخلي عن هذه المجموعات وقتها ستضطر تنكف إلى الداخل التركي، ولم يعد لها دور في الملف السوري، وإلا ستضطر لتشكل حماية لهذه القوات العسكرية الموجودة، المجموعات المسلحة الموجودة، وقتها ستصطدم مع روسيا، وأيضا إيران لن تقبل بوجود هذه القوات ومع الجيش السوري. نعم، اسمح لي أنه الآن أن أعود إلى السيد حسين من الرقة. سيد حسين، يعني هل سيناريو التعامل العسكري مع ملف إدلب هو المرجح، أم سنشهد تفاهمات على غرار ما جرى بالجنوب؟ والله هو احنا نتمنى ان يكون الحل سياسي وليس عسكري، لكن بالنسبه للعدو التركي، العدو التركي انه يريد الحل العسكري، واحنا في قوات سوريه الديمقراطيه اننا سوف نحارب ونقاتل وندافع عن ارضنا، ولا نسمح باي شبر من الاراضي السوريه ان يحتلونها العدو التركي ومرتزقته. وان هؤلاء المرتزقه الذين موجودون مع رجب طيب اردوغان يدعون نفسهم سوريين، ان هؤلاء لا يمثلون الا انفسهم. السوري الشريف الذي عنده غيره على وطنه وعرضه لا يبيع نفسه الى رجب طيب اردوغان وغيره. فرجب طيب اردوغان والعدو التركي يتهمون قوات سوريا الديمقراطيه بقوات ارهابيه، فنحن ليس ارهابيين، اننا احنا نحارب الارهاب في اي كان مكان في سوريا. ومن صدر علينا الإرهاب هو رجب طيب أردوغان. إرهابي داعش كانوا موجودين في تركيا وتدربوا في تركيا وبعثوهم لنا إلى سوريا، ومثلما حررنا مدينة الرقة والشمال السوري من إرهابي داعش، سوف نحرر إدلب ومدينة عفرين وكافة المدن السورية من رجب طيب أردوغان ومرتزقته. إن هذا العدو لا يفهم إلا بقوة السلاح والقوة العسكرية. طب سيد حسين، يعني في ظل تحذيرات عديدة من الجانب التركي للنظام حيال أي عملية عسكرية نحو المدينة، وحتى كان هناك تحذيرات للروس من أن أي عملية عسكرية سوف تؤدي إلى انهيار اتفاق أستانا، ما يعني كيف تنظر تركيا إلى إدلب؟ لماذا كل هذا التحذير؟ أعيد السؤال بشكل جيد؟ نعم، يعني ما هي أهمية إدلب بالنسبة لتركيا؟ السيد الكريم، أهمية إدلب لمدينة إدلب عند كونها مجاورة لها، سوف تريد أن تحتل إدلب وغير إدلب وعفرين وحتى تصل إلى محافظة حلب. ولكن نتمنى من المجتمع الدولي والدول المعنية بالمفاوضات أن توقف هذا العدو التركي من امتداده واحتلاله إلى المدن السورية. ونحن كسوريين لن نسكت على أي احتلال أرض سورية، حتى لواء اسكندرونة أننا سنطالب به وسوف نرجعه إلى حضن الأم سوريا. نعم، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة الكريمة. السيد حسين البرجس عضو لجنة الصلح في مجلس الرقة المدني، حدثتنا من الرقة. العودة إليك أستاذ عبد السلام، مصادر ميدانية أفادت بأن القصف الذي استهدف منطقة أورم بريف حلب منذ يومين
كان على مقربة من نقاط المراقبة التركية، برأيكم هل هناك محاولات لإعادة خلط الأوراق في الشمال السوري؟ يعني هي الأوراق أصلا هي يعني مخلوطة، يعني هي اللوحة ليست واضحة، لكن ما هو متوقع بأن تركيا ذاهبة باتجاه الصدام العسكري المسلح، حتى لينتهي أردوغان من أزمته الداخلية أيضا ويشغل الشارع التركي بالخارج. من المعروف هي قاعدة سياسية، هو حرب على الخارج لأرجل حرب الداخل، واستثمرها أردوغان هذه جيدة، وخاصة شاهدناها في غزو عفرين ومناطق جرابلس. فالمنطقة لوحة معقدة، الأوراق لم تتوضح بعد جيدا، هناك اجتماعات من المزمع عقدها في أنقرة، من دعا إليها هم الأتراك، سيحضرون الروس وبعض الدول الأخرى المعنية. ما هو المتوقع من هذه الزيارة؟ يعني بالطبع أنا قلت لا حل أمام تركيا، تركيا في وضع صعب، وأن ظهر أردوغان أظهر نفسه على أنه بمظهر القوي الماسك بخيوط اللعبة، لكن أنا باعتقادي بأنه في وقع في الفخ الذي تم نصبها له، قواته العسكرية الموجودة في إدلب ستضطر للتراجع ورفع الغطاء عن هذه المجموعات المسلحة بما فيهم جبهة النصرة، وإلا أعتبر الأتراك هو الداعم الأساسي لهذه المجموعات الإرهابية، وقتها سيذهب إلى صدام ومواجهة مفتوحة مع كل القوى العسكرية الموجودة على الأرض، كل القوى السورية حتى لجان شعبية مقاومة، والمقاومة لم تنتهي في عفرين وفي المناطق الأخرى حيث تواجد الجيش التركي، لذلك اللوحة معقدة جدا. الأيام المقبلة ستوضح مآلات ما ستؤول إليه الأحوال في إدلب. أنا قلت هناك تحشدات عسكرية سورية في جبل تركمان، نعم، جبل الأكراد، جسر الشغور، هي مناطق استراتيجية لسوريا، مناطق جزء عزيز من الوطن السوري، لا يمكن للسوريين أن يتركوا العدو التركي يعيث فيها. طب يعني هناك زيارة لرافروف إلى تركيا، ما هو المتوقع منها؟ وأيضا لماذا يعني روسيا تحاول الاستعجال في حسم ملف إدلب؟ كانت قد أعطت مهلة لتركيا. يعني موضوع ملف إدلب، الروس كمان أيضا يحاول يضغط على تركيا لينقادوا وفق ما تريده روسيا، يعني الأتراك وقعوا في حبال الروس وابتعدوا قليلا عن الحليف الأمريكي. الغضب الأمريكي على أردوغان هي نتيجة السياسات التي يتبعها وتأتي بالضد من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، حتى فيما يتعلق بالاصطفاف إلى جانب إيران. يعني اليوم الإيرانيون والروس والأتراك ينسقون مع بعضهم البعض فيما يتعلق بمناطق شمال سوريا، حتى فيما يتعلق بكل الاتفاقات التي عقدت في إطار اتفاقات أستانا. يعني الأتراك ابتعدوا عن حليفهم الأمريكي، وأيضا لم يحصلوا على مكاسب، قد يكون يعتقد بأنه حصل على مكاسب آنية، وهو موقفه المعادي من مشروع الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا، معاداته للشعب الكردي وشعوب المنطقة، قد يكون حصل على بعض المكاسب باحتلاله عفرين وجرابلس والباب وتمدده في إدلب، لكن أحلامه ستتحطم على صخرة مقاومة شعوب المنطقة. يعني النظام السوري إذا لم يبادر إلى طرد
الأتراك من شمال سوريا. الشعب السوري ذاك الوقت هو الذي سيشكل مجموعاته المسلحة، ولا يمكن أن يهدأ إلا بزوال العدو الاستعمار التركي، وينكفؤون ويعودون إلى حيث أتوا. طب لو تكلمنا بشكل عملتاني أستاذ عبد السلام، ما هي أهمية أدلب بالنسبة للنظام وبالنسبة لروسيا أيضا؟ يعني أدلب بالطبع مدينة تقع على حدود حلب وحدود اللاذقية، ومنطقة استراتيجية مهمة، دعك عن الخيرات التي موجودة في أدلب، لكن هي جزء من الوطن السوري. يعني أما من الناحية الاستراتيجية العسكرية أو السياسية فهي الأمر واضح، يعني أي وجود للمجموعات المسلحة الراديكالية الإسلامية في هذه المنطقة ستظل مناطق اللاذقية ومناطق حلب تحت مرمى مدفعية هؤلاء، ولن تشهد المنطقة أي استقرار بوجودهم، ستصبح دملة وستبقى دملة في جسد السوري، ولن يتم الانتهاء من هذه الدملة إلا بالقضاء عليها تماما. طب البعض يتحدث سيد عبد السلام عن صفقة روسية تركية تقضي بسيطرة النظام على محور سهل الغاب جسر الشغوري في اللاذقية، وبقاء ما تبقى من أدلب وريفها تحت هيمنة واحتلال الأتراك كي تبقى منطقة آمنة للذين يرفضون التسويات والمصالحات مع النظام السوري. برأيكم هل سيقبل النظام بذلك، وإلى أي مدى هذه الصفقة واردة؟ لا أعتقد بأن النظام سيقبل ذلك، يعني حتى ممكن أن يقدم تنازلات في هذا الشأن. حقا يعني قد تحدث صفقات أخرى كالتي حدثت في السابق، وأنا قلت وجدنا هذه الصفقات التي عقدت في مناطق درعا والسويدة سواء كان مع الأردن أو مع إسرائيل أو الصفقات التي عقدوها مع الأتراك، لكن بقاء جزء من الأراضي السورية تحت سيطرة مجموعات مسلحة بحماية تركية ووجود تركي، يعني على المدى الطويل سيحدث الأتراك تغيير ديموغرافي هذه المنطقة. هم بدأوا بها حتى أجروا استفتاء، صحيح هي قناة الجزيرة من أجرت الاستفتاء، لكن بتوجيه من الاستخبارات التركية وتوجيه من الحكومة التركية لجس نبض الشارع السوري. يعني هم في هذا الاستفتاء المطروح كان هل تقبلون الانضمام للدولة التركية أم للدولة السورية أو البقاء ضمن إطار الدولة السورية. أغلب المصوتين صوتوا بأننا نرغب بالانضمام للدولة التركية. ممكن تركيا مثل ما ضمت لواء اسكندرون عام 1939 عبر استفتاء، ممكن أن تقوم بضم هذه المناطق إلى تركيا، ونحن شاهدنا بأنهم أيضا حتى استخرجوا هويات للساكنين والمقيمين في هذه المناطق، يقومون بتدريس المناهج التركية، ونسمع بهناك جامعات يتم افتتاحها في هذه المنطقة، وربط كل هذه المنطقة إداريا وخدميا بتركيا سواء كان بلواء اسكندرون أو بغازي عنتاب والمناطق البلدات التركية الأخرى المحاذية لعفرين جرابلس ومنطقة أدلب. إذن كل شيء وارد في هذه الحرب السورية؟ طبعا كل الاحتمالات واردة، أما موضوع الوصول لحل سياسي مع تركيا أنا أجده مستبعدا. عنجهية أردوغان وصلفه وغروره وطبيعة هذه المجموعات المسلحة الموجودة، وخاصة جبهة النصرة، جبهة النصرة قد يخرج خارج السرب الذي يقوده أردوغان، عندها ستحدث صدامات مسلحة، صدامات دامية. أنا باعتقادي بأن حرب ضروس وحرب دامية تنتظر أدلب، وقد تتوسع مساحة هذه المعارك وحتى تمتد إلى الداخل التركي. نعم، في الحقيقة وصلنا لنهاية الوقت المخصص، شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة. السيد عبد السلام أحمد، إداري في حركة المجتمع الديمقراطي، وكان معنا أيضا من الرقة السيد حسين البرجس، عضو لجنة الصلح في مجلس الرقة المدني. وأنا أشكركم بدوري واحترامي لمشاهدي القناة وضيفكم الكريم. نعم.
والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.